السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنشرح ازاي نستخدم البرنامج اللي احنا عملناه باستخدام بايثون اللي هو جوجل بودكاست داونلودر. يا ريت لو لسه ما اشتركتش تنزل اشترك تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك. بس قبل ما نعمل كده لازم نروح ناكل التليفون ونبعت لينك البودكاست، فهوريكم دلوقتي ازاي نعمل كده على التليفون. يلا بينا. تمام، اول حاجه يا شباب بتختار البودكاست اللي انت عايزه، وبعد كده تتك شير، وبعد كده تعمل تختار الطريقه اللي انت عايز فيها توصل للينك، وبعد كده بنفتح التطبيق اللي هو كليب بورد اللي احنا هنسيبه لك برده في اللينك. بعد كده هو بيبقى الرابط بيبقى ظاهر ذات نفسه، بعد كده التكاسيم. تمام يا شباب، بعد ما عملنا كده على التليفون تعالى يلا نشوف التطبيق ازاي ممكن نشغله. اول حاجه تعال نخش على كروم، وبعد كده نروح هنا على الاكستنشن، هنلاقي ان اللينك اللي بعتناه موجود هنا اهوت، فنعمل كوبي، وبعد كده نروح هنا على جوجل بودكاست داونلودر. تمام، وان شاء الله في اي تطبيق اي برنامج ان شاء الله انا هستخدمه كده هيبقى فيه ازاي تستخدم برنامج في الاول خالص. يعني هنا بيقول لك ان انت ممكن تدخل رابط البودكاست، تمام، فهيدخل هنا رابط البودكاست كده، وبعد كده لو انت مثلا دخلت صفر اول مره خالص من غير ما تدخل ولا لينك فهو هيطلع من البرنامج لوحده. تمام، ولو دخلت مثلا رابط بودكاست وبعد كده دخلت رابط تاني هيقعد يعني هيحفظ الرابط كله ويحمله مره واحده. فهنشوف دلوقتي احنا هنستخدمه ازاي. فهندخل له الرابط اللي احنا عملنا له كوبي، وبعد كده نتك انتر، فهو هيقول لك ايه، انا معايا بودكاست واحده بس ان انا احملها، عايز تدخل كمان بودكاست؟ هقول له لا، هقول له صفر واقول له انتر. هيقول لي طب احفظه فين؟ هيديك بوب اب يقول لك مكان الحفظ، اقول له مثلا على الديسكتوب واقول له سيلكت فولدر. تمام، هو بيبدا يحمل. تمام، بس كده اول ما بيخلص بيفتح ملف الحفظ ذات نفسه يعني مرة واحدة كده، وبعد كده انت ممكن تخش هنا تلاقي الملف اللي فيه الدايركت لينك بتاع البودكاست دوت، كل ده دايركت لينك. تمام، بس كده. فانت كده بقى ايه حلاوة البرنامج في ايه؟ ان انت مثلا لو واحد صاحبك ما عندوش لاب او ما عندوش كمبيوتر ان هو ممكن يستخدم البرنامج كده، ممكن مثلا انت تاخد البرنامج وتشغله عندك، وبعد كده تنقل لصاحبك مثلا ايه الملف ده وتبعته بحيث ان هو يستفاد هو كمان، فيعني ما يتعطلش هو كمان. الملف اصلا يعني حجمه صغير جدا، 41 كيلو بايت، يعني مش مكمل حتى نص ميج، يعني في الواتس يعني في ثانيه كده ممكن تبعته في الواتس في البلوتوث اي حاجه. تمام، طب بعد كده بعد ما جبت الملف ده ممكن استفاد بيه ازاي؟ لو انت مثلا عندك انترنت داونلود مانجر، ثانيه، انترنت داونلود مانجر هنا اهوت، تمام، فانت هتقول له هنا ايه، هتقول له هنا امبورت، وبعد كده فروم تكست فايل، هيروح هنا يقول لك تمام، هنا هيروح هنا على الديسكتوب، هنروح على الديسكتوب، وبعد كده تقدر اور، وبعد كده نحدد هنا الفايل، هيبدا يحدد كل الملفات اللي موجوده هنا. لو استنينا شويه تلاقيه ان هو بدا يظهر المساحات بتاع كل ملف، ويتعرف ان هو ملف يعني ام بي 3 وكده. بعد كده لو جيت هنا تحت هتلاقي all files، ديت بتحدد directory او المكان اللي انت عايز تحفظ فيه الملفات دي كلها. تمام، وبعد كده لو احنا عملنا check all كده بنحدد كل الملفات دي عشان عايزين نحملها، وبعد كده تك هنا اوكي، هيقول لك انت عايز تحفظها في انهي يعني قائمه وكده، يعني فانا عندي قائمه اسمها كريم هحفظها فيها، وبعد كده تك اوكي. تمام، لو انا جيت روحت هنا بقى ايه، او لو انا عايز ابدا مثلا حاجه اقوم جاي متك هنا واقول start كريم فهيبدا التحميل. تمام كده. طيب دلوقتي احنا حملناه، احنا عايزين مثلا ايه، عايزين نتاكد بقى ان مثلا ان البرنامج شغال مع اكتر من بودكاست، فاحنا ممكن نفتحه تاني، ودي ملف تكست انا كنت حاطط فيه رابط بودكاست تانية مختلفة عشان برضك ما نضيعش وقتنا. هذا اول بودكاست هنقول له هنا اول بودكاست اهي، هيقول لك في بودكاست واحدة بس عايزها تحمل، عايز تحمل واحدة كمان؟ هقول له اه في واحدة كمان، في رابط كمان بودكاست، هنقول له كنترول سي، وبعد هنا كنترول في. تمام، هيقول لك في اتنين بودكاست. شوف بقى مثلا لو انا حطيت رابط بودكاست تانية متكررة فيقول لك لا البوك، هيقول لك هنا ان البودكاست ديت موجودة فعليا وبالتالي مش هيحملها تاني عشان بس النت وكده. تمام، فكده احنا حملنا الاتنين، احنا معانا الاتنين، فعايز تحمل تاني؟ لا مش عايز، اتك صفر وبعد كده انتر بس. فيقول لك طب احفظه فين؟ هنقول له بردك على الديسك توب او اي مكان انت حابه. تمام كده الاتنين البودكاست الاتنين الجداد اللي انا ضفتهم هنا همت. تمام، في ثانيه يعني ما خدش حاجه، نفس الكلام كده.
تمام. انت بقى ممكن برضك لو انت عايز بقى تحمله باستخدام التليفون ده، احنا هنشوفه دلوقتي ان شاء الله. ممكن تاخد مثلا الملف ده وتنقله على التليفون بتاعك وتحمله ازاي باستخدام التطبيق اي دي ام، وهنشوف دلوقتي هنعمله ازاي. يلا بينا. تمام يا شباب، احنا دلوقتي في الاي دي ام. اول حاجه هنخش هنا، وبعد كده انت تحدد بقى مثلا اول حاجه عندك اول اختيار اللي هو سريت بير داونلود ديت، اللي هو تحدد عدد الاجزاء اللي يحملها، فانت تخليها لاعلى حاجه عشان يحمل اسرع ما يمكن. واللي فوق ديت اللي هو الداونلودز، عدد الداونلودز اللي هي تحمل مع بعض، يعني يحمل كم ملف مع بعض في نفس الوقت، فانت عاد تخليها 1 2 على حسب ما انت حابب يعني. تمام. قبل ما نعمل مثلا امبورت الفايل وكده، ممكن نخش على السيتنج دهيت، وبعد كده داونلود، وبعد كده نخش هنا على فولدر. ده بيحدد الفولدر اللي انت عايز تسيب فيه الفايلز اللي لما يعمل داونلود وكده. فانت شوف انت حابب تسيبها فين، عشان هو مش هتعرف تسيبها لما تيجي تحمل تعمل امبورت الفايل تكست فايل وكده. فانت شوف انت حابب فين واعملها من هنا. بعد كده نبدا بقى نعمل امبورت، نخش هنا، وبعد كده اهوت انت جاي من فوق اهوت، نعمل هنا امبورت داونلود فروم تكست فايل. هتخش هنا هتدور على التكست فايل، هتلاقيه اللي هو فين في الراديو اور، وبعد كده تك اوكي. هو التكست فايل مش هيظهر قدامك، فانت تك اوكي على طول، فهتلاقي ان هو اتعرف على الملفات كلها. هتلاقي عندك اللي هو محدد لك 150 فايل، فتك اوكي هيبدا يتعرف اهو. تمام. وبعد كده التك هنا ستارت اول، هتلاقي ان هو بيبدا يشوف اللينكات وكده، ويبدا يشوف اول فيلم. تمام. فعندنا اول ملف بدا يحمل اهو، فيبقى كده تمام ان شاء الله شغال. تمام يا شباب، هو كده الفيديو خلص. يا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس، ويا ريت تشير الفيديو مع اصحابك، ويا رب تكون فدتكم بالفيديو ديت. وكل الروابط البرامج اللي انا استخدمتها ورابط البرنامج هتكون موجود في الديسكريبشن تحت ان شاء الله. يلا اشوفكم بخير ان شاء الله، والسلام عليكم.